هل يمر بها لبنان ثم سرعان ما بيرجع ينهض مثل طائر الفينيق. مثل طائر الفينيق. انت جيتنا مباشره من امبارح وصلت من بيروت. كيف الان وضعيه المعيشه في لبنان بخصوص السيوله بخصوص كذا؟ بلش شوي. دكتور نجيب مستشار البنكي الاستاذ عماد دائما اقترح عليها انه يضع المصاري نتاعه في بنوك لبنان، لكن الان عنده مشكله ما ينجمش يسحب مصاريه. عندي تقريبا 50,000 دولار ما عاد 50,000 فضحتنا هكا ما عادش جبال كلها حولت مليون دولار. نجيب شنو اغلبيه المصاري حولتهم؟ كيف الحياه استاذ؟ هلا انا ما عندي خبره بالاقتصاد لاعطيكم معلومات دقيقه، ولكن بقدر من المجتمع بلش ينهض شوي لانه السوق لبنان صغير. بلش ينهض شوي يعني نحن اليوم احلى بكثير من سنتين. من سنتين كانت جدا صعب. وضع صعب جدا وضع عن جد صعب. يبقى طائر الفينيق ويبقى طائر الفينيق، وما تنسى لبنان قائم على المغتربين. يعني كل عائله بلبنان في عندها مغترب. في عندها حدا عم بيعيل هيدي العائله، عشان هيك بتحس انه بتروح على لبنان تقول ما عم بفهم كيف هالبلد بالضبط عايشين. كيف لبنان عايشين. اللي في الخارج هو اللي عايش في لبنان اللي في الداخل. اللبناني كما التونسي في حاجه يمكن هذه يمكن حاجه انسانيه، لكن انا لاحظتها اكثر وانت عملت على المستوى العام مش عطيك على المستوى الفردي. التونسي واللبناني هو بيده الداخل، هو المحافظ، هو المنفتح، هو يعني يجمع التناقضات. يعني في لحظه تقول شبيه ماشي معايا شبيه ماشي للمنغلق برشا، وبعد في لحظه تقول هو نفسه الشخص هذا الذي يحب الحياه. يعني احنا دولتين صغيرتين على حافه المتوسط يحملان تناقضات المتوسط. علاش؟ خاطرنا منفتحين على العالم. وعليس تجمعنا الله 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 عليك. قبل ان نختم البرنامج عندنا لمسه وفاه لاحد اعلام اقطاب الاعلام التونسي في ذكرى وفاته اللي كانت الامس 25 افريل سعق فيه التوانسه بخبر وفاه الكبير.